اهلا طلاب جريد 11، معاكم مستر محمد عبد السلام من ايديوفيرس. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع الفاينل ريفيجن لمنهج الترم الثاني، ويلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا الترم دوت هو الفلويدز. احنا بنتكلم عن الفلويدز والبروبرتيز بتاعتها، واول حاجه او اول بروبرتي هنتكلم عنها هي الدنسيتي. طب قبل ما نتكلم عن الدنسيتي بس هنقضي شويه وقت نعرف هي مين هي الفلويدز وليه اصلا سميناها فلويدز. فلويدز جايه من كلمه فلو، اي حاجه بتعمل فلو بسميها فلويدز. زي مين؟ زي الليكويدز وزي الجاسز. الليكويدز والجاسز بنسميهم فلويدز. طب ماشي، الليكويدز والجاسز بنسميهم فلويدز عشان بيعملوا فلو، وعشان حاجه تانيه ان هم ما عندهمش شيء، ما عندهمش شيء معين، ما عندهمش ديفينيت شيء، بياخدوا دايما الشيء بتاع الكونتينر. حاجه موجوده في الليكويدز وحاجه موجوده في الجاسز. الفرق ما بين الليكويدز والجاسز، احنا قلنا ان هم بيشتركوا مع بعض في ان هم ما عندهمش ديفينيت شيء، بس في فروقات ما بينهم. اهمها ان الليكويدز incompressible. يعني ايه incompressible؟ يعني تعمل بريشر زي ما انت عايز، فوليوم بتاع الليكويدز هيفضل كونستنت. العكس بقى في الجاسز، الجاسز compressible. يعني ايه compressible؟ يعني بتريسبوند للبريشر، بنعمل عليها بريشر الفوليوم بتاعها هيتغير. ودي حته مهمه قوي ونقطه مهمه قوي تنفعنا لما نيجي نتكلم عن الدنسيتي. يلا بقى نبدا في الكلام عن الدنسيتي، وهنتكلم عنها في اطار البروبلم ايدياز. طبعا اول حاجه هي مسائل الدايركت سبستيوشن. احنا معانا شويه قوانين، رو اللي هي الدنسيتي، ام اللي هي الماس، فوليوم اللي هي بنكتبه السيمبل فال، ده فوليوم، رو هي ماس اوفر فوليوم. طب مننا الماس يبقى رو فوليوم، طب مننا الفوليوم يبقى ماس ديفايدد باي الرو. كده مسائل الدايركت سبستيوشن واليونتس كلها مظبوطه وتمام وهوموجينيوس وكل حاجه زي الفل. هنتكلم بقى على بروبلم ايديا نمبر 2، الدنسيتي بتاعت السوليدز والليكويدز مش هتتغير لو غيرت الماس والفوليوم. الكلام ده لو انا بتكلم على نفس السبستانس عند نفس التمبتشر. يعني مثلا معانا 1 لتر من الووتر، خليناه 2 لترز، لا يتغير الدنسيتي، هتتغير الدنسيتي مش هتتغير، عشان لما زودت الفوليوم كمان زودت الماس والدنسيتي فضلت ثابته. نمبر 3، لما بنيجي نتكلم بقى على اكتر من سبستانس واقدر اثبت الفوليوم، فبقول ات كونستنت فوليوم الدنسيتي دايركتلي بروبورشنال مع الماس، constant mass intensity inversely proportional مع الفوليوم. الكلام ده بيحصل لما نتكلم على اكتر من سبستنس. لو بنتكلم على سبستنس واحده بس، خاصه في السوليدز والليكويدز، الدنسيتي مش هتتغير بتغيير الماس وتغيير الفوليوم. نمبر 4، الجاسز لا، مختلفه شويه عن السوليدز والليكويدز. الجاسز زي ما قلنا ريسبوند للبريشر، انا ممكن اعمل بريشر عليها واغير في الفوليوم بتاعها من غير ما اغير في الماس، وبالتالي اغير في الدنسيتي. الدنسيتي بتاعت الجاسز ممكن تتغير عادي بتغيير الفوليوم، انا قدرت اثبت الماس. نمبر 5، هنتكلم على اليونتس كونفرجنس اللي احنا هنحتاجها. دلوقتي انا معايا الماس اس اي يونت هي الكيلوجرام، لو جات لي بالجرام 10^-3 عشان احولها للكيلوجرام، ملي جرام 10^-6 للطن 10^-3، كله عشان احول من جرام او ملي جرام او طن للكيلوجرام اللي هي الاس اي يونت. يونتس بقى اللي بنقيس بيها الدنسيتي هم اثنين، جرام بير سنتيمتر كيوبد، كيلوجرام بير متر كيوبد، هم اثنين في اطار ان هم اشهر اثنين. لكن طبعا اي يونت فيها ماس وفيها فوليوم، يعني ماس ديفايدد فوليوم بالنسبه لليونتس، اديني فاليد يونت نقيس بيها الدنسيتي. يعني ممكن عادي تبقى جرام بير لتر، احنا هنا بنتكلم ان دول اشهر تو يونتس، جرام بير سنتيمتر كيوب والكيلوجرام بير متر كيوب. من جرام بير سنتيمتر كيوب للكيلوجرام بير متر كيوب امالتبلاي 10^3، العكس امالتبلاي 10^-3. طب الفوليوم، فوليوم بتقاس بالمتر كيوب، من لتر لمتر كيوب 10^-3، من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب 10^-6، من ملي متر كيوب لمتر كيوب 10^-9. نفتكر برضو الفوليوم بتاع شويه شيبس. اول شيب عندنا سفير، الفوليوم بتاعه 4 over 3 باي ار كيوب، السلندر باي ار سكوير اتش، الار دي هي الريديوس بتاع البيز، الاتش هي الهايت، والكيبويد الفوليوم بتاعه اتش ال دبليو. باخد كل الدايمنشنز ملتبلاي بعض عشان اجيب الفوليوم، ولو معايا كيوب فيبقى سايد لينس باور. الفوليومز دي محتاجين نبقى فاكرينها، ومحتاجين في بعض الاحيان نبقى حافظينها. نمبر 7، لو حطينا سوليد اوبجكت جوه ليكويد، معايا كونتينر فيه شويه ليكويد ليهم فوليوم معين، جيت انا حطيت سوليد اوبجكت، هلاقي ان السوليد اوبجكت ده displaces a quantity of the liquid that equals a solid volume، ولي فوليوم معين، ومجرد ما نحطه في الليكويد يرفع الفوليوم بتاع الليكويد بفرق بيساوي الفوليوم بتاعه. دي معلومه مهمه قوي هتنفعنا في حل المسائل. تعالى نتكلم في افكار الجرافس. وهنا احنا معانا الماس فيرسس فوليوم، السلوب هو ماس اوفر فوليوم اللي هي الدنسيتي.
الثقوب هنا هو الدنسيتي هو الرو. طب لو عكسنا فوليوم فيرسس ماس، الثقوب هيبقى العكس برضه، الريسيبروكال بتاع الرو اللي هي 1 اوفر رو. طب لو بتكلم على نفس السبستانس هلاقي ان الرو فيرسس ام مفيش ريليشن، قوه الماس زي ما انت عايز دي از كونستنت، ودي هتبقى كونستنت ريليشن، والسلوب بتاعنا ايكوال تو زيرو. طب رو فيرسس فوليوم برضه مفيش ريليشن، زود الفوليوم زي ما انت عايز، الفوليوم لما بيزيد الماس بتاعي هتزيد، فبالتالي الرو هتفضل كونستنت والسلوب هيبقى زيرو. طب تعالى بقى نشوف الماس فيرسس فوليوم، احنا عارفين زي ما قلنا من شويه السلوب هو الرو. طب اللاين اللي عنده سلوب اكبر هنا هو لاين مين؟ لاين اي. لاين اي عنده سلوب اكبر من لاين بي، فبالتالي يبقى عنده رو اكبر من لاين بي، يعني رو اي هتبقى جريتر ذان رو بي. العكس هنا، السلوب هو الريسيبروكال بتاع الدنسيتي 1 اوفر رو، 1 اوفر رو ده السلوب. فهلاقي العكس بقى، هلاقي اللاين اللي عنده سلوب اكبر هيبقى عنده دنسيتي اقل. مين هنا اللاين اللي عنده سلوب اكبر؟ لاين اي عنده سلوب اكبر. دي حاجه ثابته في الاثنين، يعني في التو جرافس لاين اي هيفضل دايما عنده السلوب الاكبر، لكن السلوب الاكبر هنا هيكورسبوند للدنسيتي اللي اقل، هلاقي ان رو بي هي اللي اكبر من رو اي. نكمل ونقول افكار الهولو بوديز. لما يبقى معايا هولو بودي، حاجه فاضيه من جوه، اوبجكت فاضي من جوه، ليه ماس ام، الاكسترنال فوليوم، الفوليوم بتاعه الاوتر فوليوم هو بنسميه فال بودي، والدنسيتي بتاعته هي رو، فساعتها الفوليوم بتاعت الكافيتي، الفوليوم بتاعت الجزء اللي فاضي من جوه بنسميها فال كافيتي، هنلاقي ان الدنسيتي هتبقى رو، دي رو ماتيريال، هتبقى ماس ديفايدد باي فوليوم بودي ماينس فوليوم كافيتي، الاوتر فوليوم ماينس الانترنال فوليوم. نتكلم بقى على اللايف ابلكيشنز اوف دنسيتي، بيستخدم الدنسيتي في ايه؟ حياتنا. اول حاجه ديتكشن اوف ذا تشارج ليفل اوف ذا كار باتريز باي ميجرينج الدنسيتي اوف ذا الكتروليتيك سولوشن. احنا الباتريز بتاعت الكارز جواها الكتروليتيك سولوشن، ده المسؤول عن توصيل الالكتريستي. لما انا اجي اقيس الدنسيتي بتاعته والاقي ان الدنسيتي انكريسنج، الدنسيتي قليله، فكده ده معناه ان الباتري ديسشارج، محتاجه تتشحن. طب لو لقيت الدنسيتي قليله، سوري لقيت الدنسيتي كبيره، دنسيتي كبيره ليها فاليو معينه احنا عارفينها، يبقى ده معناه ان الباتري شارجد. وده اول ابلكيشن. ثاني ابلكيشن دايجنوسيس اوف سام ديزيزز، اقدر اعمل دايجنوسيس تشخيص لشويه ديزيز زي ايه؟ زي اول حاجه الانيميا. الانيميا ده اقدر اقيس البلود دنسيتي، اقدر اقيس الدنسيتي اوف ذا بلود، وانا عارف ان البلود المفروض يبقى ليه دنسيتي معينه من 1040 ل 1060. لقيت البلود دنسيتي اقل من 1040، ده معناه ان في الريد بلود سيلز كونسنتريشن قليل، وده معناه ان في انيميا. ده اول ديزيز الانيميا. ثاني ديزيز انكريس اوف سولز كونسنتريشن ان يورين، اليورين فيه جواه سولز، لما اجي اقيس اليورين دنسيتي والاقيها اعلى من فاليو معينه، ريفرنس فاليو احنا عارفينها اللي هي 1020 كيلو جرام بير متر كيوب، معناه ان في سولز زياده جوه اليورين، وده معناه ان احنا كده قدرنا نعمل دايجنوسز للمرض ده. نتكلم دلوقتي في الريلاتيف دنسيتي. الريلاتيف دنسيتي احنا المفروض بنحسب الدنسيتي ريلاتيف لحاجه كومن، حاجه مشهوره. بحسب الدنسيتي ريلاتيف لاشهر ماتيريال عندنا في الارث. مين هي؟ ووتر. يعني دلوقتي لو انت مش عارف مثلا ان الدنسيتي اوف ميركري كبيره، الدنسيتي اوف ميركري هي 13.6 جرام بير متر بير سنتيمتر كيوب. فالرقم ده ملهوش معنى بالنسبه لنا غير لما نقارنه بالووتر. لما اقول لك ان الدنسيتي اوف ميركري 13.6 تايمز الدنسيتي اوف ووتر، ده تحس بمعنى ان الدنسيتي فعلا اوف ميركري رقم كبير. الدنسيتي او الريلاتيف دنسيتي هي الريشيو بين الدنسيتي اوف ذا ماتيريال تو ذا دنسيتي اوف ووتر ات ذا سيم تمبشر، لان الدنسيتي معتمده على التمبشر، فلازم اقارنهم هما الاثنين عند نفس التمبشر. اول ديفينيشن. ديفينيشن هي الريشيو ما بين الماس بتاع الماتيريال والماس بتاعت الووتر بس ات كونستنت فوليوم. يعني لو فكرت الدنسيتي ماس اوفر فوليوم، فالفوليوم لو فضل ثابت ما بين الووتر والماتيريال هيكنسل مع بعضه، يبقى لنا ماس ماتيريال اوفر ماس ووتر. الكلام ده ات كونستنت فوليوم وبرضه ستيل ات كونستنت تمبتشر، او الماس اوفر الماس، الريشيو بتاع الماسز هو الريشيو بتاع الويتس، ويت ماتيريال اوفر ويت ووتر. وممكن من كل قانون من دول او من كل ديفينيشن من دول نطلع بالقانون المناسب ليه، رو ماتيريال اوفر رو ووتر بنفس التمبتشر، ماس ماتيريال ماس ووتر نفس الفوليوم ونفس التمبتشر، ويت ماتيريال اوفر ويت ووتر عند نفس الفوليوم وعند نفس التمبتشر. نتكلم دلوقتي على شويه نوتس. اول نوت بنقولها الريلاتيف دنسيتي ساعات بنسميها سبيسيفيك ويت ولو انه ده قليل. نمبر 2 الريلاتيف دنسيتي ما عندهاش يونتس دايمنشنلس، لان هي ريشيو ما بين حاجتين زي بعض، تو سيميلر فيزيكال كوانتيتيز ماس اوفر ماس، ويت اوفر ويت، دنسيتي اوفر دنسيتي، فمش هيبقى ليها اي يونتس ولا ليها اي دايمنشنز.
نمبر 3 الدنسيتي بتاعت الماتيريال اللي ممكن احسبها لو انا عارف الريت اوف دنسيتي رو ماتيريال هي رو ريلاتيف مالتبلايد باي رو ووتر. الدنسيتي بتاعت الماتيريال لو انا بقيس الدنسيتي اوف ماتيريال بالجرام بير سنتيمتر كيوب والرو ووتر بالجرام بير سنتيمتر كيوب الاقي ان الرو ماتيريال هي الرو ريلاتيف. اشمعنى؟ عشان زي ما هنقول المفروض الدنسيتي اوف ووتر بالجرام بير سنتيمتر كيوب هي 1 رو ريلاتيف مالتبلايد 1 هتبقى رو ريلاتيف، فبالتالي رو ريلاتيف هي الرو ماتيريال لما نقيس بالجرام بير سنتيمتر كيوب. الريلاتيف دنسيتي هي ريلاتيف للووتر، فلو كانت الريلاتيف دنسيتي less than 1 يبقى السبستنس فلوتس اون ووتر، greater than 1 يبقى sinks in water. تمام، نكمل بقى في البروبلم ايدياز. والبروبلم ايديا نمبر 11، لما بنيجي نعمل ميكسنج لتو اور مور ماتيريالز مش بيعملوا رياكشن مع بعض عشان يكونوا لي ميكشر هوموجينيوس ميكشر سولوشن في حاله الليكويدز الوي في حاله السوليدز، فساعتها اللو ده دايما فاليد. الماس ميكشر دايما هتبقى ماس 1 بلس ماس 2. واكمل طبعا لو انا عندي اكتر من تو سبستنسز او تو ماتيريالز ممكن افك الماس ميكشر على انها رو ميكشر فوليوم ميكشر، وماس 1 على انها رو 1 فوليوم 1، وماس 2 على انها رو 2 فوليوم 2. المفروض تبقى رو 2 فوليوم 2. جميل جدا. These two laws are always true. دايما ممكن اطبق التو لاز دول ان هم جايين من حاجه دايما valid. الماس ميكشر دايما هي ماس 1 بلس ماس 2. طب لو هو جه قال لي بقى انا عمال اقول دايما valid لان الفوليوم ميكشر مش دايما فوليوم 1 بلس فوليوم 2. لو هو جه طمني وقال لي ما تخافش التوتال فوليوم بتاع الليكويدز ما اتغيرش، يعني التوتال فوليوم فوليوم ميكشر هو فوليوم 1 بلس فوليوم 2 ما تقلقش. ساعتها اقدر اطبق اللو دوت اللي بيقول لي ان الرو ميكشر هي ماس ميكشر وديفايدد باي فوليوم ميكشر، واقدر افك الفوليوم ميكشر لفوليوم 1 بلس فوليوم 2. هنا يبقى معايا تو كيسز، لو انا مش معايا الماسز او لو انا مش معايا الفوليومز. شوف انا مش معايا ايه، لقيت الماسز مش موجوده افكها. ماس ميكشر هي ماس 1 بلس ماس 2، وفوليوم ميكشر هي فوليوم 1 بلس فوليوم 2. انا مش معايا ماسز اصلا، اعمل ايه؟ افك الماس. ماس 1 هتبقى رو 1 فوليوم 1، وماس 2 هتبقى رو 2 فوليوم 2. لو مش معايا فوليومز طبق نفس الله عادي، ماس ميكشر هتبقى ماس 1 بلس ماس 2، فوليوم ميكشر هتبقى فوليوم 1 بلس فوليوم 2. ودلوقتي انا مش معايا فوليومز، فمضطر افك الفوليومز الماس 1 اوفر رو 1 وماس فوليوم 2 ماس 2 اوفر رو 2. انا بقى معايا قانون ما فيهوش اي فوليوم واقدر اطبقه واحسب الرو ميكشر عادي جدا. نخش بقى على السكند ليسن، البريشر. البريشر هو تاني بروبرتي هنتكلم عليها للفلويدز. يلا بقى نبدا. اولا البريشر ممكن مسائل دايركت سبستيوشن، ومن هنا نوصل للديفينيشن ويعني ايه اصلا بريشر. البريشر هو البيربنديكولار فورس ديفايدد باي الاريا. البيربنديكولار فورس لازم الفورس تبقى بيربنديكولار. لو الفورس ما كانتش بيربنديكولار اخد البيربنديكولار كومبوننت، اخد الكومبوننت البيربنديكولار من الفورس المايله. انا هنا بتكلم ان الفورس البيربنديكولار بس هي اللي بتعمل بريشر. طب لو ما كانتش بيربنديكولار اعمل لها ريزولوشن واخد منها البيربنديكولار كومبوننت اللي هو لو الانجل ثيتا هنا ديفايند مع السيرفيس، بس بقى السيرفيس اس اخد اف ساين ثيتا اس. يبقى هنا سيرفيس خلتني اختار اس بتاعت الساين، ودي طريقه تساعدك انك تحفظها. ساين ثيتا ديفايدد الاريا لو الانجل بتاعتنا ديفايند مع السيرفيس. لو الانجل ديفايند مع النورمال ذا سيرفيس البريشر هيبقى اف كوساين ثيتا ديفايدد باي الاريا. دي اول ايديا. ثاني ايديا او ثاني حاجه هنتكلم عليها هي الاريا كونفرجنز. احنا في القانون هنا معانا اريا، فمحتاجين نعرف نكونفرت الاريا من اي يونت لاي يونت. الاريا في الاس اي هي بالمتر سكوير، لما قال سنتيمتر سكوير من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير باور نيجاتيف 4، من مليمتر سكوير لمتر سكوير باور نيجاتيف 6، متر سكوير لمتر سكوير 10 باور 6. طب جميل جدا، نكمل. والفكره نمبر 3، الفورس اللي بيعملها اوبجكت ممكن تكون بس الويت بتاعه. يعني انا لو قاعد كده دلوقتي الفورس اللي بعملها مش شرط ان انا ازق، مش شرط ان انا اضغط، ممكن ان انا الفورس بتاعتي بس الويت بتاعي مجرد وجودي يكفي، مجرد وجودي يعمل ويت وتبقى البربنديكولار فورس. البريشر هو البربنديكولار فورس ديفايدد اريا زي ما احنا قلنا، ساعتها البربنديكولار فورس هتبقى الويت، والويت دوت هو ام مالتبلايد باي جي، والام دي ممكن نعوض عنها من الفيرست ليكشر او من اول موضوع اتكلمنا عنه اللي هو الدنسيتي، يبقى الماس رو مالتبلايد باي فوليوم. والفوليوم بتاع اوبجكت مثلا ممكن زي سلندر مثلا ممكن نعتبره اريا، this area multiply the height، والاريا تتكنسل مع الاريا، pressure رو دي اتش او رو اتش جي. وده قانون مهم جدا، والثلاث قوانين دول عامه هنستخدمهم، pressure جي اوفر اي، رو فوليوم جي اوفر اي، رو اتش جي. الثلاث قوانين دول مستخدمين حسب الجيفنز اللي في المساله. جميل جدا. نمبر 4،
الويت بتاع فور ويل كار از ديستريبيوتد ايكوالي لايتش اوف ذا فور ويلز. كار عندها فور ويلز، الويت بتاعها متقسم على الفور ويلز. ايبل عندها فور ليجز، الويت بتاعها متقسم على الفور ليجز. هيومن عنده تو ليجز او تو فوت او تو فيت، كل فوت واخده جزء من الويت بالظبط النص. تمام، يبقى الويت بتوزع ايكوالي على كل حاجه حسب الويلز او اللاجز في حاله التيبل او الفيت في حاله الايه، في حاله الهيومنز. نمبر 5، نعرف الريكتانجلر والسيركلر سيرفيس ارياز. السلندر عندها سيركلر سيرفيس اريا، فالبيز هنا، البيز هنا عباره عن سيركل، الاريا بتاعتها الاريا بتاعت سيركل باي ار سكوير. بالنسبه للكيوبويد، الكيوبويد عنده 3 سيرفيس اريا، 3 سيرفيس ارياز حسب الفيس اللي احنا حاطين عليه الكيوبويد. ممكن مثلا يبقى اتش مالتيبلايد ال، ممكن يبقى اتش مالتيبلايد دبليو، ممكن يبقى ال مالتيبلايد دبليو. اي عندك هنا 3 فيسز، احنا عندنا 6 فيسز بس كل 2 اوبسيت فيسز عندهم نفس الاريا، بيبقى عندنا 3 ارياز. اي 2 دايمنشنز ممكن اعمل لهم مالتيبلايد بعض يديني اريا مختلفه. وهنا بقى نطلع بالفكره اللي بعدها، ان الكيوبويد ممكن يعمل اكتر من بريشر. ما هو البريشر هو فورس اوفر اريا، الفورس هي الويت بتاعه، بس هو عنده اكتر من اريا، عنده 3 ارياز، فهو يعمل 3 بريشرز، واحد منهم ماكسيمم وواحد منهم مينيمم. مين هو الماكسيمم؟ الماكسيمم هيتعمل بالمينيمم اريا عشان احنا عارفين ان البريشر انفرسلي بروبورشنال مع الاريا، والمينيمم هيتعمل بالماكسيمم اريا عشان احنا برضو عارفين ان البريشر انفرسلي بروبورشنال مع الاريا. وزي ما احنا شايفين كله كده نفس الكي بوينت، البيز اريا مختلفه، الاريا اللي هي ان كونتاكت مع الجراوند مختلفه على حسب انا حاطط الكي بوينت على انهي فيس. نتكلم على الليسن اللي بعده، بريشر برضه، بس البريشر دلوقتي جاي عند بوينت انسايد الليكويد. البريشر اللي بيعمله دلوقتي مش فورس، البريشر اللي بيعمله دلوقتي الويت بتاع ليكويد معين. تعال نشوف دلوقتي، انا لو عايز احسب بريشر عند بوينت، احنا شايفين كده انسايد الليكويد، البريشر عند البوينت انسايد الليكويد، بتخيل كده كأن في ليكويد كولوم، في كده عمود من الليكويد، العمود ده ليه مواصفات معينه. البيز بتاعته هي يونت اريا، اللي هي اريا يونت اريا يعني اريا بوان بقى اي حاجه، 1 سنتيمتر سكوير، 1 متر سكوير، 1 من اي حاجه ده حوالين البوينت. والهايت بتاعك، انا بوصف كولوم دلوقتي، وصفنا البيس اريا، ونوصف بقى الايه، نوصف الهايت، الهايت بتاعك من البوينت لحد السيرفيس بتاع الليكويد. ده كولوم معين هيحسب الويت بتاعه، الويت بتاعه ده هيديك الايه، هيديك البريشر عند البوينت دي. اما الويت بتاعه هو ام جي، والام هو فوليوم، والفوليوم هو اريا اتش، والاريا تكنسل. يطلع لك قانون مهم قوي دوت، البريشر ات ا بوينت انسايد ذا ليكويد ديو تو ذا ليكويد، يعني البريشر دلوقتي انا بحسبه ايا من الليكويد. البريشر عند البوينت دلوقتي مش التوتال بريشر، التوتال بريشر انا هنعرفه كمان شويه، دلوقتي البريشر جاي من ايه؟ جاي من الليكويد والليكويد بس، هيبقى رو جي اتش. تعالى بقى نتكلم على التوتال بريشر، هو في بريشر تاني؟ اه في بريشر تاني بالاضافه للليكويد، هو الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفير بتاعنا عنده ويت، ممكن اخد كولوم منه برضو بنفس الكولوم بتاع الووتر، نفس المواصفات بالظبط. معين الاريا بتاعته، البيز بتاعته ليها اريا يونت اريا، والهايت بتاعه من المكان اللي انا واقف فيه لحد الطاب بتاع الاتموسفير، الاقي ساعتها ان ليه ويت معين وليه بريشر معين، بنسميها اتموسفيريك بريشر اي اي. سب اي هي البريشر بتاع الاتموسفير. لو عايز احسب التوتال بريشر عند بوينت معينه، يبقى بي اي بلس رو جي اتش، ده التوتال بريشر، مش بس البريشر بتاع مين، بتاع الليكويد. تعالى نشوف بقى البروبلم ايدياز، واول ايديا هي الدايركت سبستيوشن. على حسب بقى، لو انت بتحسب البريشر ديو تو ذا ليكويد اونلي، البريشر هيبقى رو جي اتش، التوتال بريشر بي اي بلس رو جي اتش. طب لو عايز اجيب البريشر ديفرنس ما بين تو بوينتس، ساعتها هنحسب بس البريشر ديو تو الليكويد اللي ما بين التو بوينتس بس كده، ايه دلتا بي، دايما 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 الدلتا بي هي رو جي اتش، مش هضيف هنا الاتموسفيريك بريشر. نمبر 3، البريشر جوه الاير بلينز والسب مارينز قد الاتموسفيريك بريشر. انا ما اقدرش اعيش جوه السب مارين ولا الاير بلين، وانا كبشر ما نقدرش نعيش غير عند الاتموسفيريك بريشر. رحنا في اير بلين، نزلنا في سب مارين، المفروض البريشر بره مختلف، انا ما اعرفش اعيش جوه الاير بلين، لازم يكون البريشر هو الاتموسفيريك بريشر. لو عايز احسب البريشر اللي بيأفكت الويندو، الويندو بتاعت الاير بلين او سب مارين، او الفورس اللي بتأفكت الويندو بتاعت الاير بلين او سب مارين، الدلتا بي هي البي اوت سايد ماينس البي ان سايد. بره البريشر هيبقى بي اي بلس رو جي اتش، انا بتكلم على السب مارين دلوقتي، هو البريشر هو اتموسفيريك بريشر. طب ما في هنا اتموسفيريك بريشر، في هنا اتموسفيريك بريشر، سيلو، فالدلتا بي رو جي اتش.
فدلوقتي دلتا بي لو انت بتتكلم على سب مارين او اير بلين على طول ما بضيفش برضو الاتموسفيريك بريشر رو جي اتش. طب ما الاف الفورس هي بريشر اريا رو جي اتش مالتبلايد باي الاريا بتاعت الويندو هيدينا الفورس افكتنج ذا ويندو. تمام، تعال نكمل. الحالات اللي احنا هنقولها دلوقتي احنا مش بنضيف الاتموسفيريك بريشر، احنا عمالين نقول كام حاله، قلنا كام حاله منهم، قلنا اير بلين وسب مارين وقلنا البريشر ديفرنس، بس في كام حاله كمان مش بنضيف فيهم الاتموسفيريك بريشر، هنجمعهم كلهم. اول حاجه لو السؤال طلب مني اصلا من نفسه كده عايز البريشر ديو تو ذا ليكويد او البريشر اوف ذا ليكويد، عايز البريشر ديو تو ذا ليكويد او اوف ذا ليكويد، خلاص هو طالب هو عايز عارف هو عايز ايه، عايز البريشر ديو تو ذا ليكويد، فانت ما تضيفلوش الاتموسفيريك بريشر. طب ايه كمان؟ لو الكونتينر مقفول، كونتينر كلوزد مش متعرض للاتموسفير، فكده ما فيش اتموسفيريك بريشر. طب لو الكويشن عايز البريشر ديفرنس زي ما قلنا الدلتا بي دايما البريشر ديو تو ذا ليكويد ومش بنضيف الاتموسفيريك بريشر. طب كمان لو بنتكلم على سب مارين او اير بلين، دايما لو بنتكلم على اير بلين او سب مارين خلاص مش هضيف الاتموسفيريك بريشر. طب نكمل في البروبلم ايدياز ونمبر 5 افكار الجرافس. لو البريشر ديو تو ذا ليكويد بقى الجرافس تفرق، البريشر ديو تو ذا ليكويد ريليشن هي بي ايكوال رو جي اتش، دي شويه انترسبت اللاين بتاعنا هيبقى طالع من الاوريجين، السلوب بي فيرسز رو هيبقى بي اوفر رو اللي هي جي اتش فيرسز اتش، السلوب هيبقى بي اوفر اتش اللي هي رو جي بي فيرسز جي، السلوب هيبقى رو اتش. خلي بالك ان هنا اللاين طالع من فين؟ لاين طالع من الاوريجين. طب ايه اللي هيحصل لو البريشر بقى ديو تو الليكويد والاتموسفير بقى توتال بريشر؟ بس كده اللي حصل اللاين، اللاين كان طالع من الاوريجين دلوقتي يطلع من واي انترسبت معين هو البي اي اتموسفيريك بريشر وهيبقى عنده نفس الاسلوب جي رو جي رو اتش. لو كان الهاي بتاعنا ميجرد فروم ذا بوتوم، يعني في العادي الهاي بقيسه من فوق، يعني وانا عند السيرفس بتاع الليكويد فالهاي بتاعي بزيرو، انزل الهاي تزيد. العكس لو انا موجود عند البوتوم بتاع الكونتينر انا عندي هاي زيرو، لما اطلع فوق الكونتينر اطلع كده في الليكويد لفوق لحد ما اوصل للسيرفس الهاي بتاعي عمال بيزيد، ساعتها الجراف يبقى شكله كده. بوينت دي انا دلوقتي عندي هايت زيرو فانا كده موجود عند الباتم بتاع الكونتينر فعندي بريشر. اتحرك لحد ما اوصل لهايت عالي البريشر بالزيرو، انا هوصل للزيرو لان انا لما اوصل للتوب بتاع السيرفس بتاع الليكويد، السيرفس بتاع الليكويد مش هيبقى فيه بريشر ديو تو ذا ليكويد. يبقى الجراف ده بيوصف البريشر لما يبقى جاي ديو تو ذا ليكويد اونلي، مفيش بريشر جاي من الاتموسفير. الكونتينر بقى مقفول ايا كان السبب. طب البريشر فيرسس اتش لو الكونتينر اكسبوزد للاتموسفير، ساعتها انت اي نعم بادئ البريشر عالي والبريشر هيفضل يقل لانك عمال تطلع في فوق الليكويد، فالليكويد اللي بيضغط عليك عمال يقل، توصل بقى للتوب سيرفيس اي نعم البريشر قليل بس مش هيوصل للزيرو هيوصل للاتموسفيريك بريشر، فده في حاله لو كان الكونتينر اكسبوز للاتموسفير. نكمل نمبر 6، لما يبقى معايا تو اميسبل ليكويد زي ما احنا شايفين كده رو 1 ورو 2 حطيناهم جوه كونتينر، لو عايز احسب التوتال بريشر، التوتال بريشر السيرفس بتاع الابر ليكويد هنا يعني في المكان ده كده البريشر هيبقى اتموسفيريك بريشر بس، طب عند الانترفيس البريشر هيبقى اتموسفيريك بريشر بلس البريشر ديو تو فيرست ليكويد او الابر ليكويد فبي اي بلس رو 1 جي اتش 1. الاتموسفيريك بريشر عند او التوتال بريشر عند الباتم بتاع الكونتينر يبقى كل حاجه بقى بي اي رو 1 جي اتش 1 رو 2 جي اتش 2، الكلام ده هنا واحنا موجودين عند الباتم بتاع الكونتينر كله بقى بيعمل بريشر. طب نكمل نمبر 7، الفورس اللي بيعملها ليكويد على الباتوم بتاع الكونتينر دي حاجه واضحه، الفورس هي البريشر مالتيبل الاريا، والبريشر عند الباتوم بتاع الكونتينر واضح هو جي اتش. تمام، المشكله بتظهر لما بنحسب البريشر عند وان اوف ذا فيرتيكال فيسز، هنا الفورس اللي على الفيس دوت جايه من البريشر مالتيبل الاريا، بس المشكله في البريشر ان هو مش ثابت، يعني واحنا فوق خالص كده ما فيش اي بريشر، بريشر بزيرو ديو تو ذا ليكويد، انا بتكلم على الفورس اللي بيعملها الليكويد، ننزل تحت خالص نلاقي البريشر بقى ليه فاليو كبيره بقى ليه الماكسيمم فاليو، وناخد ايه، اخد الزيرو ولا اخد الماكسيمم فاليو، ناخد الافريج بدل ما اقول ان البريشر رو جي اتش هقول ان البريشر رو هاف اتش ملتبل جي، يعني كده خدت الافريج فاليو بتاعت البريشر عشان احسب الفورس اللي على الفيرتيكال فيسز او وان اوف ذا فيرتيكال فيسز. نخش بقى على اسم 4 وهنتكلم على الابلكيشنز على البريشر ات ا بوينت انسايد ذا ليكويد، واول تو ابلكيشنز هم الكونكتنج فيسلز واليو شيبد تيوب. الكونكتنج فيسلز زي ما احنا شايفين عباره عن تيوب فيها اكتر من فيسل، والفيسلز دي احنا قاصدين ان يبقى ليها اشكال مختلفه، يبقى كونتينر فيها ميني فيسلز اشكالهم غريبه جدا، يبقى قاصدين نعمل كده بنديهم ديفرنت جيومتريكال شيبس
وكونكتد مع بعض عند الايه، عند البيس. جميل جدا. طب ايه الدنيا، احنا بنعمل ايه هنا؟ هي الايديا اوف وورك. الايديا اوف وورك هنا، ودي ستيتمنت هنفضل نقولها كل شويه، هنقولها على الاقل 10 مرات مثلا، ان البريشر ات اول بوينتس اون ذا سيم هورزونتال ليفل يا ستاتيك هوموجينيوس ليكويد ار ايكوال. يعني البريشر عند كل البوينتس، اي بوينتس موجوده عند نفس الهورزونتال ليفل، نفس الهورزونتال ليفل جوه نفس الليكويد، والليكويد ده لازم يكون ستاتيك. اصلا احنا موضوع دراستنا هو الفلويد ستاتكس، دايما بدرس الفلويدز وهي ثابته، والليكويد يكون هوموجينيوس. يعني ايه هوموجينيوس؟ يعني عنده دنسيتي ثابته في كل مكان، كل البوينتس عندها نفس الدنسيتي. ساعتها لو خدت ليفل واحد، هورزونتال ليفل واحد، البريشر عندهم عندهم كلهم ايكوال. يعني اقدر اقول ان بي عند بوينت A بيساوي بي عند بوينت D، وهكذا عند كل البوينتس اللي موجوده عند نفس الهورزونتال ليفل. يعني لو فكينا بقى كل بريشر، كل بريشر يبقى اتموسفيريك بريشر بلس رو جي اتش، هو نفس البي اي نفس الاتموسفيريك بريشر ونفس الرو نفس الجي، فلاقي ان الهايت بقى واحد. يبقى هنا بنقول hence الليفل بتاع الليكويد في الفايف فيسلز هنا is the same regardless، بغض النظر عن الجيومتريكال شيبس. تمام، طالما طبعا طالما البيز بتاعتنا كمان هي عند نفس الهورزونتال ليفل، يعني البيز هورزونتال مش مايله ولا حاجه، لان الليكويد واصل لنفس الفيرتيكال هايت. قلنا الكلام ده ازاي؟ من المعلومه دي، ان البريشر عند كل البوينتس اللي موجودين عند نفس الهورزونتال ليفل جوه نفس الليكويد اللي هو ستاتيك هوموجينيوس، البريشرز هنا بتبقى ايكو. تاني ابلكيشن هو اليو شيبد تيوب، وده يعتبر ابلكيشن اهم بكتير من الكونكتنج فيسلز، ان هو عليه مسائل كتير. انا معايا من شكلها كده ومن اسمها الشيب بتاع ايه؟ يو شيبد تيوب، هو اسمها هو شكلها تمام، تيوب على شكل حرف اليو. جميل. طب الايديا اوف وورك، نفس الايديا اوف وورك، يعني بريشر ات اول بوينتس اون ذا سيم هورزونتال ليفل ستاتيك هوموجينيوس ليكويد ار ايكوال. يعني انا خدت تو بوينتس زي هنا مثلا بوينت 1 اند بوينت 2 موجودين عند نفس الهورزونتال ليفل وجوه نفس الليكويد، هو نفس الليكويد، فبالتالي عندهم نفس البريشر. تعالى نعمل كده، وانا لما اساوي البريشر 1 ببريشر 2، لما اساوي البريشر 1 ببريشر 2 اقارن ما بين الرو 1 والرو 2، انا الهايتس اجيبها بحته رولر مش قصه. يعني الهايتس سهل عليا جدا ان انا اجيبها، بس انا حاطط تو ليكويدز ما اعرفهمش، تو ليكويدز ما نعرفهمش او نعرف بس واحد منهم، فاقدر اقارن الروز. وده اليوسز بتاعت اليو شيبد تيوب. اول يوز ان انا اقدر اعرف الدنسيتي بتاعت ليكويد باي نوينج الدنسيتي اذر ليكويد. مثلا لو عارف رو 2 اقدر اجيب رو 1، اقدر اقارن حتى لو مش عارف ولا واحد منهم. يا سيدي انا ممكن اقارن عادي، ممكن اقارن اجيب ريشيو منهم، اقول لك مثلا رو 1 اوفر رو 2 1 اوفر 5، اقدر اقارن. اقدر لو الرو 2 مثلا او الليكويد ده كانت ووتر، اقدر احسب الريلاتيف دنسيتي. ما انا بقدر اجيب ريشيو، بقدر اجيب رو 1 اوفر رو 2 او رو 2 اوفر رو 1. لو ليكويد منهم كان ووتر اقدر احسب الريلاتيف دنسيتي. تعالى بقى نشوف بنعمل ايه. قلت ان بوينت 1 وبوينت 2 عندهم نفس البريشر، تعالى نعمل كده، نسوي البريشرز عندهم، بريشر 1 بيساوي بريشر 2. اما بريشر 1 هو جاي من ايه بقى؟ بص بريشر 1 كل اللي فوقيه بي اي بلس رو 1 جي اتش 1، كل اللي فوقيه بيعمل بريشر. بوينت 2 نفس القصه، بي اي بلس رو 2 جي اتش 2. ما كنسل لي بي اي مع البي اي وكنسل لي الجي مع الجي، يطلع معايا الريليشن المهمه جدا 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 ديت، رو 1 اتش 1 ايكوالز رو 2 اتش 2. او ممكن نعمل منها ريشيو، يبقى رو 1 اوفر رو 2 اتش 2 اوفر اتش 1، ده معناه ان الرو انفرسلي بروبورشنال مع الاتش. يعني الليكويد اللي عنده رو عاليه هيبقى عنده هايت، وتبقى الليفل ده بنسميه ايه؟ هنا الليفل ده بسميه هورزونتال ليفل ات ذا انترفيس. يعني الليفل ده معمول في المكان اللي اتقابلوا فيه. لان الليكويدز الليكويد اللي ليه هايت اقل above الليفل اللي عند الانترفيس هيبقى ليه دنسيتي اعلى. يعني هنا مثلا في المثال ده رو 1 هيبقى اكبر من رو 2 عشان اتش 1 اقل من اتش 2 عشان انا وصلت الانفرس ريليشن ما بين الرو والهايت. طب تعالى بقى نقول شويه نوتس، او نوت بنقولها ان عند الايكوليبريم بتاع تو ليكويدز الهايت انفرسلي بروبورشنال مع الرو زي ما قلنا، وبالتالي الليكويد اللي عنده دنسيتي اعلى هيبقى عنده هايت اقل above الليفل اللي عند الانترفيس. جميل. تاني نوت، الريديوس او الكروس سكشن اريا ما تفرقش في حاجه. يعني تخيل كده مثلا رجعنا للتيوب بتاعتنا وخلينا الارم ديت تخينه شويه ورفعها شويه، ولا يفرق معايا، هيوصلوا لنفس الهايتس. القانون بتاعنا اصلا كان رو 1 اوفر رو 2 اتش 2 اوفر اتش 1، ما كلمنيش خالص على كروس سكشن اريا ولا ديامتر ولا ريدياي ولا اي حاجه. جدا. نخش بقى على الابلكيشن نمبر 3، الميركري برومتر. انا قلت هنا ميركري، يعني انا محدد ميركري برومتر، يعني الاسم هنا لازم احط جنبه ميركري.
ماشي، تعال نشوف مين هو الميركري بارومتر ده. الميركري بارومتر واول حاجه هنشوفها هي الاستراكشر، بيتكون من ايه؟ بيتكون من جلاس تيوب ليها يونيفورم كروس سكشن، شايفينها دي اللي هي المقلوبه دلوقتي، اللينز بتاعها 1 متر، واوبن من فتحه معينه او من ناحيه معينه، وبيزن عباره عن حوض كده ليه فوليوم مناسب وشويه ميركري، سوت بالاماونت اوف ميركري. بنعمل ايه؟ بنحط او بنملى البيزن بالميركري، وبنملى كمان التيوب بالميركري، وبعد كده نقلبها نعملها انفرتنج اب سايد داون بسرعه، بحيث ان ما يدخلش فيها اي اير بابلز. بلاحظ ايه؟ بلاحظ المفروض انا كنت مليها على الاخر، بلاحظ ان الليفل بتاعها نزل شويه، وبقى في مكان فوق هنا كده بنسميه تروشيليان فاكيوم فويد، مكان فاضي وسميه تروشيليان فاكيوم. بقى الفكره ادي الميركري بارومتر بتاعها. الميركري بارومتر هنا برضه نفس الايديا، بريشر، بص قلناها نشوف كام مره لحد دلوقتي، ولسه هنقولها، بريشر ات اول بوينتس ان ذا سيم هورزونتال ليفل ان استاتيك هوموجينيوس ليكويد از ذا سيم او ار ذا سيم، بريشرز عند كل بوينتس دي بتبقى زي بعضها، يعني هنا البريشر عند بوينت ايه تساوي البريشر عند بوينت بي. وهنا يظهر بقى معلومه مهمه جدا، ومين هنا اللي بيعمل بريشر عند بوينت بي؟ ده الاتموسفير، اتموسفيريك بريشر. مين بيعمل بريشر عند بوينت ايه؟ ده الهايت ده من الميركري، الهايت ده من الميركري كولوم. انا اقدر اقول ان البريشر بتاع الاتموسفير بيساوي البريشر بتاع الهايت ده من الميركري كولوم، اللي هو في الحاله ديت هيبقى 76 سنتيمتر. انا لو معايا رو بتاعت الميركري حاجه سهله، ولو معايا الجي في المكان اللي انا فيه، اقدر احسب الاتموسفيريك بريشر بحته ديفايس بسيط جدا زي ده. تمام؟ الميركري بارومتر يقدر يحسب لي الاتموسفيريك بريشر بكل بساطه. يبقى بنقول هنا الستاندرد بقى اتموسفيريك بريشر، احنا قلنا لما جينا اتكلمنا عنه الاتموسفيريك بريشر ممكن تقول ان هو الويت بتاع اير كولوم، وتطلع بقى تجيب له بيس اريا اريا، وتطلع بالهايت لحد نهايه الاتموسفير وكم كبير كده. وبكل بساطه تقول ان الاتموسفيريك بريشر هو البريشر بتاع الويت او ديو تو الويت بتاع ميركوري كولوم، الهايت بتاعه 0.76 مترز، هو كان 76 سنتيمترز، ودي كروس سكشن اريا معينه ات 0 سلسيوس. يبقى انا بدل بقى ما اروح اجيب، انا مش بجيب حاجه، بس بدل ما اوصف الاتموسفيريك بريشر على انه الويت بتاع الاير كولوم ده كله اللي بادئ من الليكويد السيرفيس بتاع الليكويد لحد نهايه الاتموسفير، بس الويت بتاع الميركوري كولوم دوت. جميل جدا. تعالى بقى نتكلم على الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر هو المفروض رو اير دي اير، على فكره الاتموسفيريك بريشر او البريشر ديو تو اير ممكن اطبق عليه نفس الرول رو جي اتش، ده معناه ان كل ما بزود الدنسي اوف اير الاتموسفيريك بريشر بيزيد، كل ما بزود الجي في المكان اللي انا فيه الاتموسفيريك بريشر هتزيد. طب ما الهايت ابوف سي ليفل ليه انفرسلي بروبورشنال؟ عشان انا كل ما بعلى في الهايت كل ما الهايت بتاع الاتموسفير اللي فوقيه بيقل، كل ما انا بعلى في الهايت الاتش بتاعتي غير الاتش بتاع الاتموسفير اللي بيضغط علينا، مش الهايت اللي تحتنا، الهايت اللي فوقينا. كل ما انا اعلى كل ما الهايت ابوف سي ليفل يزيد، كل ما الهايت اللي فوقيه من الاتموسفير هيقل، لان البريشر بيقل او الاتموسفيريك بريشر بيقل. وكمان التمبتشر بتمشي علينا ليه؟ التمبتشر انفرسلي بروبورشنال مع، او العكس بقى، الاتموسفيريك بريشر انفرسلي بروبورشنال مع التمبتشر، كل ما نزود التمبتشر كل ما الاتموسفيريك بريشر يقل. نكمل الكلام ونتكلم على بستخدمه في ايه؟ طبعا اول استخدام قلناه ان انا احسب الاتموسفيريك بريشر. قلنا ان البريشر عند بوينت اي هو البريشر عند بوينت بي. البريشر عند بوينت اي او البريشر عند بوينت بي قلنا هو الاتموسفيريك بريشر، والبريشر عند بوينت اي هو البريشر ديو تو الهايت ده من الميركري، فاوصل ان رو ميركري جي اتش ميركري هو الاتموسفيريك بريشر. نمبر 2 ابلكيشن مهم، ان انا احسب الهايت بتاع ماونتن. انا معايا، انا واحد مش معايا غير ميركري بارومتر، وقفت عند الباتم بتاع الماونتن شفت الهايت بتاع الميركري كولوم قد ايه، خدت الميركري بارومتر وطلعت لقيت الهايت بتاع الايه ميركري كولوم قل شويه، شيء متوقع، متوقع ليه؟ عشان الاتموسفيريك بريشر بيقل كل ما اعلى في الهايت. طب عايز احسب زي ما قلنا هو كده الهايت بيقل، عايز انا احسب بقى ايه؟ عايز احسب الهايت بتاع الماونتن. ما هو الفرق في البريشر بتاع الميركري كولوم هو الفرق، او بيانديكيت الفرق بتاع الاتموسفيريك بريشر، لان اللي اختلف هو الاتموسفيريك بريشر. يبقى رو ميركري دي ديفرنس في الهايت بتاع الميركري، رو اير دي ديفرنس في الهايت بتاع الاير اللي هو هيبقى الهايت بتاع الماونتن. ومن هنا لو انا طبعا هكنسل الجي مع الجي، ممكن اكنسل الجي هنا مع الجي هنا، اقدر لو انا عرفت الهايتس بتاعت الميركري وعارف الرو ميركري والافريج دنسي اوف اير، اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب الهايت بتاع الماونتن بديفايس بسيط زي الديفايس ده. جميل جدا. نتكلم على شويه نوتس، اول نوت بنقولها انا ليه اصلا استخدمت الميركري؟ الميركري غالي، الميركري بويزنس، الميركري مش متوفر زي الووتر مثلا، ما انت الووتر اسهل حاجه في الدنيا، ليه استخدمت الميركري وما استخدمش الووتر؟ ليه اصلا مسميه، احنا مسمينه كده، احنا لازقينها في الاسم مسمينه ميركري بارومتر، اشمعنى؟ ده طبعا كتير الاسباب. بدأت اول حاجه
الميركري ليه دنستي عاليه، وبالتالي بيطلع لهايت معقول. يعني لما نيجي نتكلم عن الووتر، هي الووتر في نفس السيت اب ده بتطلع لهايت 10.3 مترز. مين اللي هيعملها تيوب الهايت بتاعها 10.3 مترز؟ متخيل الميركري بيطلع 0.76 والووتر طلعه لي 10.3، فطبعا ما ينفعش. الكلام ده جاي ليه؟ عشان الميركري تقيل، الميركري عنده رو عاليه فبيطلع لهايت قليل. ده حاجه. في حاجه، الميركري ما بيطلعش فيبر كتير، الووتر بيطلع ووتر فيبر كتير قوي، فالووتر فيبر ده حاجه انا مش شايفها، حاجه انا مش شايفها. انا بالنسبه لي اهم حاجه عندي ان يكون في توشيليان فاكيوم، لان انا بقدر اقيس الهايت بتاع مين؟ اقدر اقيس الهايت الميركري كولوم واقدر احسب البريشر بتاعه، لكن في فيبر كوانتيتي قد ايه جوه انا ما اعرفش، فوقيه في فيبر قد ايه ما اعرفش. بالتالي انا ما بحبش خالص ان انا استخدم ليكويد بيطلع 100 فيبر كبيره، والميركري الحمد لله مش بيطلع فيبر كتير، الكميه بتاعت الفيبر بتبقى فيري سمول. adhesive forces ما بين الميركري مولكيولز والجلاس ار فيري ويك، ما بينزلش في الجلاس. يعني تخيل كده الووتر بتلزق شويه، الميركري خالص، الميركري ما فيش اي adhesive forces، فبالتالي بيقدر يطلع وينزل بسهوله. نمبر 4، الميركري ميتال شايني، الميركري لونه سيلفر وبيلمع غير الووتر، طبعا الووتر ترانسبيرنت تمام، فانا اقدر اشوفه بسهوله جدا من الجلاس تيوب. الاسباب اللي استخدمناها عشان الميركري، طب ليه ما نستخدمش الووتر؟ بص كده الووتر هتطلع هايت قد ايه؟ 10.3 مترز، ده عشان الدنسي اوف ووتر قليله جدا. الميركري عنده 13.6 تايمز الدنسي اوف ووتر، لكن تخيل بقى الهايت ديفرنس هيبقى قد ايه؟ الووتر بتطلع 10.3 مترز، الميركري بيطلع 0.76. الووتر بتعمل ايفابوريشن بشكل عالي، الووتر ايفابوريتس ان ماتش مور اماونت، بالتالي بتعمل فيبور، والبريشر اللي جاي من الفيبور ده انا ما اقدرش احسبه، فبالتالي ما اقدرش استخدم الووتر كحاجه كبارومتر، كحاجه بتقيس لي الاتموسفيريك بريشر، لان اصلا الهدف الاساسي من الجهاز ده ان هو يقيس لي الاتموسفيريك بريشر. نمبر 3، فيرتيكال هايت بتاع الميركري كولوم في البارومتر تيوب اللي هي اباف الاوبن سيرفيس اوف ميركري ان ذا بيزن مش بيعتمد، انا بقول هنا دازنت ديبند، الفيرتيكال هايت ده فيرتيكال هايت مش بيعتمد على ايه؟ لا يفرق معايا اللينز على التيوب، يعني هات تيوب رفيعه تيوب قصيره ايا كان مش هيفرق معايا. فوليوم بتاع التوشيلين فاكيوم، هنا في توشيلين فاكيوم كتير، هنا في توشيلين فاكيوم قليل، ما يفرقش، اهم حاجه يكون في اصلا توشيلين فاكيوم. يعني هو قد ايه ما يفرقش معايا. طب اللينز ده سبمرجد بارت، التيوب هنا سبمرجد في بارت سبمرجد مختلف عن الثانيه، ما يفرقش معايا برضه. كروس سكشن اريا، في تيوبس هنا رفيعه في تيوبس تخينه، ما يفرقش معايا. انكلينيشن انجل، تيوبس مايله وتيوبس فيرتيكال، ما يفرقش معايا، الحاجات دي كلها ما تفرقش معايا. بس ما يفرقش معاك لو اوريدي افرض مثلا انك جبت تيوب قصيره قوي والتيوب دي اتملت على الاخر، طبيعي ان انا مثلا لو مثلا التيوب وصل لحد هنا على الاخر ده الفيرتيكال هايت مش هيعتمد على الحاجات دي؟ لا طبعا هيعتمد، ما انت طالما يعني لازم، عشان اقول لك الحاجات دي كلها ما بتعتمدش عليها الفيرتيكال هايت، لازم الفيرتيكال هايت ده يكون اكبر من الاتموسفيريك بريشر بالسنتيمتر ميركري. يعني الميركري مثلا هنا عايز يطلع، هو عايز يطلع في المكان ده اللي احنا موجودين فيه 76 سنتيمتر، انت وفر له تيوب الفيرتيكال هايت بتاعها اكتر من 76 سنتيمتر عشان اقدر اقول فعلا الفيرتيكال هايت ده مش بيعتمد على الحاجات دي تمام. فما اجيبش، طب اقدر اقولها بصيغه ثانيه صيغه اوضح، طالما في تروشيليان فاكيوم اطمن، طالما لقيت ان هنا في تروشيليان فاكيوم يبقى الهايت بتاعنا كان مور ذان انف. نمبر 4، انت التروشيليان فاكيوم يختفي، التروشيليان فاكيوم هيختفي لو كان الفيرتيكال هايت اقل او بيساوي 76 سنتيمتر ميركري، او الفاليو بتاعت الاتموسفيريك بريشر في المكان اللي احنا فيه دوت، وفي الحاله دي الهايت بتاع الميركري كولوم مش هيمثل الماجنتيود بتاع الاتموسفيريك بريشر. يبقى دلوقتي احنا لو جبت التيوب بتاعتك ولقيت ان ما عندكش توشيليان فاكيوم، توشيليان فاكيوم اختفى، اعرف ان الفاليو مثلا الهايت طلع مثلا 70 سنتيمتر ميركري، انا اقدر اقول ان الهايت ده يمثل الاتموسفيريك بريشر، ما شفتش التوشيليان فاكيوم بعينك، الهايت بتاع الميركري كولوم او الفيرتيكال هايت بتاع الميركري كولوم مش هيريبريزنت، مش هيمثل الماجنتيود بتاع الاتموسفيريك بريشر. طب بقيس الاتموسفيريك بريشر بايه؟ هنا لازم نعرف اليونتس كلها. بقيسه الاتموسفيريك بريشر النص كده في السنتر 1 اتموسفير، الاتموسفيريك بريشر ايكوفلنت ل 1 اتموسفير، وال 1 اتموسفير ايكوفلنت لحاجات كتير قوي. عندنا اليونتس اللي فوق كلها اليونتس اوف ميركري، لينز معين من ميركري 76 سنتيمتر ميركري اللي هي ايكوفلنت 0.76 متر ميركري، اللي هي ايكوفلنت 760 مليمتر ميركري، اللي هي مليمتر ميركري دي هي التور، يونت كده اسمها تور، مليمتر ميركري هي التور. لو هنزل تحت واشوف الباسكال نيوتن بالمتر سكوير، هي الباسكال، الاقي ان الاتموسفير ايكوفلنت 1.013
10.5 باسكال. طب ما 10.5 لو شلتها هيبقى 10.5 باسكال هي البار. الوان اتموسفير هي ايكوفلنت ل 1.013 بار. انا لما احول من يونت للثانيه احول ازاي؟ باخد النمبر اللي انا عايز احوله. يعني مثلا كنت عايز احول 5 بار، باخد النمبر نفسه ال5 5 النمبر نفسه النوميريكال فاليو نفسها مولتيبلايد باي، عايز احولها من البار للملي الميتر ميركري مولتيبلايد باي الاتموسفيريك بريشر في اليونت اللي انا رايح لها. انا رايح للميتر ميركري فمولتيبلاي باي 0.76 ديفايدد باي الاتموسفيريك بريشر في اليونت اللي انا جاي منها، انا جاي من البار ديفايد باي 1.013. يبقى باخد النمبر النوميريكال فاليو مولتيبلايد باي الاتموسفيريك بريشر في اللي انا رايح له ديفايدد باي الاتموسفيريك بريشر في اللي انا جاي منه. نمبر 6 وايه الابلكيشن دلوقتي؟ بنتكلم في الابلكيشن نمبر 4 المانومتر. المانومتر ده ديفايس انا مثلا ما قلتش عليه بقى ميركري ولا ووتر ولا اي حاجه، هو اسمه مانومتر وخلاص. عباره عن ديفايس يو شيب تيوب زي ما انت شايف كده، اوبن من ارم معينه، في ارم معينه اوبن، في ارم لونجر ذان ذا اذر، دي كده بتبقى لونجر ذان الارم ديت، وفي ارم منهم بتبقى كونكتد لجاس ريزرفوار. فبالتالي هنا انت عندك هنا الليكويد اللي هنا، طبعا في البدايه بحط ليكويد والليكويد في تاب فمش متعرضه للجاس فالليكويد بيوصل لايه لنفس الحيط. انا ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم ووتر، ممكن استخدم ميركري، وهنعرف ليه. فهم دول النوعين بتوع مانومترز، اما ووتر يا اما ميركري. ايه ايديا اوف وركينج؟ ان برضه البريشر عند كل البوينتس اللي موجوده في نفس الهورزونتال ليفل جوه نفس الليكويد اللي هو ستاتيك هوموجينيوس بتبقى ايه؟ نفس الايديا اوف وورك. هو بيعمل ايه؟ الجاس ده بيقيس البريشر ديفرنس، يعني هو هدفه يقيس البريشر ديفرنس ما بين ايه وايه؟ ما بين الجاس اللي موجود، انا هنا عندي جاس، جاس محبوس هنا، بين الجاس اللي محبوس هنا ده والاتموسفير. يعني هو مش بيقول لي البريشر بتاع الجاس قد ايه، هو بيقول لي البريشر بتاع الجاس ده اكبر او اقل قد ايه من الاتموسفيرك بريشر. او لو هم مثلا كانوا زي بعض ممكن يقول ان هم قد بعض، لكن مش هيقول لك هو قد ايه. طب انا لو عارف الاتموسفيرك بريشر، ودي بقى اليوز نمبر 2، لو عارف الاتموسفيرك بريشر اقدر اقيس البريشر بتاع الجاس. يبقى انا اقدر اقيس الديفرنس ما بين البريشر بتاع الجاس والاتموسفيرك بريشر، او لو عارف الاتموسفيرك بريشر اقدر اقيس البريشر بتاع الجاس. جميل جدا. تعالى بقى نشوف الكيسز بتاعته. انا دلوقتي معايا ارم بسميها الاوبن ارم، دي كده اوبن ارم، وفيها ليكويد. لو الليكويد اللي في الاوبن ارم كان لور من الليكويد اللي في الارم، بوصفها ازاي؟ بوصفها على انها الارم كونكتد تو ذا جاس ريزرفوار. لو الهايت ده اقل من الهايت ده ساعتها طبعا ده واضح ان الموضوع هنا فيه خناقه. خلي بالك يعني في خناقه بين الاتموسفير، خناقه بين الجاس. دي كده حاله، دي حاله الارم اللي هي اوبن والارم اللي كونكتد للجاس ريزرفوار الليكويد فيهم الاثنين عنده ايكوال هايت. هنا بقى العكس، الارم اللي هي كونكتد بالريزرفوار الهايت اللي فيها اعلى او الهايت اللي فيها اقل من الارم اللي هي اوبن. ممكن اوصف بالعكس وابدا بالاوبن ارم واقول ان الاوبن ارم فيها ليكويد عنده هاير ليفل من الارم اللي كونكتد بالجاس ريزرفوار. كل الحالات دي بالنظر عن كل الرغي ده بقول ان البريشر هنا قد البريشر هنا، والبريشر عند نفس جوه نفس الليكويد عند نفس الهورزونتال ليفل بيكوال، اقدر هنا اقول ان البريشر اكس قد البريشر واي كل الايه في كل الثري كيسز دول. وامسك واحده واحده واقول مين هو اللي بيعمل بريشر اكس، او مين هو اللي بيعمل بريشر عند بوينت اكس، ومين هو اللي بيعمل بريشر عند بوينت واي. مين هنا اللي بيعمل بريشر عند بوينت اكس؟ هو المفروض البريشر عند اكس هي جايه من الجاس ورو جي اتش شويه الليكويد دول. مين اللي بيعمل بريشر عند بوينت واي؟ اللي بيعمل بريشر عند بوينت واي هو الاتموسفير والاتموسفير بس. طب في الكيس اللي في النص البريشر عند اكس جاي من مين؟ البريشر اللي عند اكس جاي من الجاس بس، ما فيش حاجه فوقيه غير الجاس. ومين اللي بيعمل بريشر عند واي؟ الاتموسفير، الاتموسفير بس. اقدر اقول ان البريشر الجاس هنا في الحاله ديت هيساوي البريشر بتاع الاتموسفير. اخر كيس البريشر اللي عند اكس جاي من مين؟ البريشر اللي عند اكس جاي من جاس، جاس والجاس بس. البريشر اللي عند واي جاي من مين؟ جاي من الاتموسفير، الاتموسفيريك بريشر بلس البريشر بتاع الهايت ده من الليكويد رو جي اتش. انا هنا هدفي اعمل ايه؟ هدفي اجيب البريشر ديفرنس دلتا بي. الدلتا بي في كل الحالات انا بجيب البريشر جاس ماينس الاتموسفيريك بريشر. دلتا بي دايما كده في كل الحالات ديت جاس ماينس بي اي. جاس ماينس بي اي لو عملناها هنا يطلع البريشر ديفرنس بالنيجاتيف. ده معناه ان الجاس بتاعك عنده بريشر اقل من الاتموسفير بالمقدار ده رو جي اتش. طب هنا البي جاس اصلا قبل البي اي، البريشر ديفرنس هيبقى زيرو. هنا في اخر كيس الجاس عنده بريشر اكتر من الاتموسفير فيبقى اكبر منه بقد ايه؟ رو جي اتش. لو احنا بقى بنقيس البريشر سنتيمتر ميركري ساعتها بدل ما اقول رو جي اتش هقول اتش بس. هنا البريشر ديفرنس يبقى نيجاتيف اتش، هنا ستيل زيرو، زيرو في باقي يونت هو زيرو.
وهنا هقول بدل بوزيتيف رو جي اتش هقول بوزيتيف اتش. تعالى بقى نقول شويه نوتس. اول حاجه بنقولها ان الووتر مانومتر امتى استخدمه؟ لما اجي اقيس سمول بريشر ديفرنس الهايت والرو انفرسلي بروبورشنال. وهي الديفرنس ده انفرسلي بروبورشنال مع الرو. فانا لو عندي اصلا البريشر ديفرنس قليل وهايت هيبقى قليل، انا عايز اكبره شويه عشان اعرف اقراه، واستخدم ليكويد ليه دنسيتي قليله. دنسيتي قليله يعني هايت عالي اقدر اقراه. طب لو معايا بريشر ديفرنس كبير فانا عايز الهايت يبقى معقول ما يبقاش كبير قوي برضه، ديفرنس او كبير وهايت هيبقى كبير. لا فانا استخدم ايه؟ استخدم الميركري اللي هو عنده دنسيتي كبيره فيديني هايت معقول مش هايت كبير قوي. ماشي. تعالى بقى نخش على ليسن نمبر 7 كده، خلصنا الابلكيشنز اللي على البريشر ات بوينت ساند ليكويد، وهنتكلم على برنسبل جديده اسمها باسكالز. باسكالز برنسبل بتشوف ايه اللي بيحصل لما انا بزود البريشر. لما بزود البريشر عند بوينت معينه بلاحظ كده في الاكسبيرمنت دي او في الجفايه ديت ان البريشر ده اتوزع واتنقل لكل البوينتس. يعني انت لما جيت ضغطت من فوق هنا المفروض مثلا حد يتوقع ان النقطه دي اللي يطلع منها مثلا ليكويد، اللي تحت اللي يطلع منها ليكويد، لقيت لا، لقيت الليكويد بيطلع من كل مكان. البريشر انكريس اللي انا عملته اتنقل لكل اجزاء الليكويد. اللي اتكلم على الموضوع ده هو باسكال طبعا، وهنا استغل معلومه او فكره ان الليكويدز انكمبريسبل. يعني بص كده الليكويد اللي معانا دلوقتي جيت انا عملت عليه بريشر، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. الليكويدز ار انكمبريسبل، مش زود ولا اي حاجه، زود 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 الليكويد ولا اي حاجه، الليكويدز انكمبريسبل مش بتستجيب للبريشر. نتكلم على الكلام ده بقى هو باسكال. في برنسبل بنسميها باسكالز برنسبل، بتقول لي ايه؟ لما اجي اعمل بريشر على ليكويد موجود جوه كونتينر، البريشر ده غصب عني هيتنقل ترانزميتد ان فول بالكامل all parts of the liquid as well as the walls of the container. يعني انت كده عملت هنا بريشر زياده على شويه الليكويد اللي تحت دول. اللي يحصل البريشر الانكريز ده لازم يتنقل لكل اجزاء الليكويد، كل الاجزاء، يتنقل كمان للوالز بتاعت الكونتينر. ودي حاجه بنحسها مثلا لو زودت البريشر قوي هنا فوق ايه اللي هيحصل؟ الكونتينر ده لو كان معمول من جلاس هيتكسر. هو كسر منين؟ هو عرف منين ان في ماسز فوق او في دويت فوق؟ عرف عشان البريشر اتنقل بالكامل، البريشر اتنقل ان فول undiminished لكل اجزاء الليكويد ولكل اجزاء الكونتينر. انا بعمل شويه نوتس. اول نوت بنقولها ان البريشر او الباسكالز برينسيبل بتطبق على الليكويدز بس مش بتطبق على الجاسز. ليكويدز بس مش الجاسز. اشمعنى؟ زي ما قلنا الليكويدز كومبريسيبل والجاسز كومبريسيبل. تعالى كده نشوف الانيميشن دوت. ادي ليكويد تعمل زي ما تعمل الليكويد ده مش هيحصل له كومبريشن، الفوليوم بتاعه مش هيقل، مش هيستجيب للبريشر، هو انكمبريسبل. طب الجاس عامل كده بريشر عليه؟ تمام جدا عادي، ما انا عندي اصلا في ديستنس كبيره بين المولكيولز. الجاسز كومبريسبل. انا لما جيت عملت البريشر المفروض انا عايز البريشر يتنقل لكل حاجه، كل اجزاء الكونتينر. فالبريشر اللي انت عملته دوت على ما اتنقل لاجزاء الكونتينر كان يتاخد منه شويه، فهو اي نعم اتنقل غصب عنك هيتنقل، بس الفكره ان هو يتنقل ان فول. يتنقل ان فول او اندمنشت امتى؟ الليكويدز مش في الجاسس. عشان كده باسكالز برنسبل بس على الليكويدز مش الجاسس. طب تعالى بقى نشوف بروبلمز ايدياز. وهنا انا معايا 3 كيسز. دي حاجه بنسميها الهيدروليك بريس. ده ديفايس بيزد على باسكالز برنسبل بنسميه هيدروليك بريس. عباره عن بيستنز او عباره عن تيوب كده فيها 2 بيستنز، بيستن سمول ولارج بيستن. البيستن الصغيره دي ليها اريا صغيره، اريا سمول اسمها اي سمول، وليها بعمل عليها فورس صغيره اسمها اف سمول. والبيستن الكبيره ليها اريا اي كابيتال وبعمل او بيطلع منها فورس بنسميها اف كابيتال. لو كانت تو بيستنز ات ذا سيم هورزونتال ليفل فساعتها زي ما احنا عارفين ات ذا سيم هورزونتال ليفل يبقى البريشر ايكوال. البريشر عند 1 هو البريشر عند 2. طب مين هو اللي بيعمل بريشر عند 1؟ الفورس الصغيره دي ديفايد باي اريا الصغيره اف سمول اوفر اي سمول. مين هو اللي بيعمل بريشر عند 2؟ الاف الكبيره ديفايد باي الاريا الكبيره اف كابيتال اوفر اي كابيتال. فاقدر اقول ان اف سمول اوفر اي سمول equals F capital over A capital. طب ما هو الاريا الريشيو بتاع الارياز ممكن ابدل او اشيل واحط الريشيو بتاع radii، يعني R small radius بتاع السمول بيستن، R capital radius بتاع البيج بيستن، بس احط مكانهم ايه؟ سكوير. يعني R small square R capital square. نفس برضه الكلام الريشيو بتاع الradii هو الريشيو بتاع الدامترز، يبقى دي small square دي capital square. دي كل القوانين لو كانت two pistons at the same horizontal level. لو كانوا موجودين at different levels اللي يحصل برضه pressure 1 بيساوي pressure 2 في small over a small. ده عند point 1 مش بيعمل اي، مش حد بيعمل pressure غير الفورس ديت.
اف سمول اوفر اي سمول، وهنا هيبقى اف كابيتال اوفر اي كابيتال البريشر هنا، والبريشر ديو تو شويه الليكويد دول رو جي اتش. طب هنا العكس P1 برضه ستيل ايكوالز P2، بس البريشر هنا جاي من اف سمول اوفر اي سمول، وجاي من الهايت ده من الليكويد رو جي اتش، الناحيه الثانيه البريشر جاي من اف كابيتال اوفر اي كابيتال. جميل جدا. نمبر 2 اللا ده اللي قدامنا ده conservation of volume دايما true، دايما ال volume displaced downwards في واحد من ال pistons بتساوي ال volume displaced upwards في ال piston الثانية. يعني لو اتكلمنا على small piston ال volume هنا يبقى a small y1 1 the distance اللي نزلها ال liquid ل small piston، والناحية الثانية في ال big piston volume اللي طلع ال liquid هيبقى a capital y2، اقدر احطها في الريشيو ده، والريشيو ده دايما true، دايما ينفع اطبقه. الميكانيكال ادفانتج، الميكانيكال ادفانتج حاجه بتعرفني انا هاخد فرصه قد ايه من الفرصه اللي انا مدخلها. الميكانيكال ادفانتج مثلا لو كانت 10 ده معناه ان انا عملت فورس 10 نيوتن هاخد منها فورس 100 نيوتنز. دي احسبها دايما من ايه؟ احسبها دايما من القوانين دي، اي كابيتال اوفر اي سمول، ار كابيتال سكوير اوفر ار سمول سكوير، دايمتر سكوير دايمتر بتاع البيج بيستن سكوير، دايمتر بتاع السمول بيستن سكوير، واي 1 الواي هنا الديسبيسمنت بتاعت السمول بيستن، سمول بيستن divided by ال y2 اللي هي displacement بتاعت ال big piston v1 over v2. في حالة بقى ان two pistons كانوا balanced against each other في نفس ال horizontal level ممكن نستخدم القانون ده. ايتا هتبقى f capital divided by f small. الكلام ده في حالة واحدة بس، لو كانت two pistons موجودين عند نفس ال horizontal level. جميل جدا. ال efficiency هي انا خدت work قد ايه على ال big piston divided by الورك اللي دخل على ال small piston. تمام. طب الفورس اللي معموله على بيستن من الاثنين ممكن تكون بس الويت، انا حطيت اوبجكت بس كده على السمول بيستن او على البيج بيستن، ممكن الفورس تبقى بس الويت اوبجكت ام جي. شويه نوتس، نقول ان الفورس امبليفيكيشن، فكره ان الفورس بتزيد مش معناها ان احنا كده بنفايليت او بندسبروف الكونزرفيشن اوف انرجي، لان الكونزرفيشن اوف انرجي مش بتتكلم على الفورس، بتتكلم على الورك، الورك اللي دخل هيساوي الورك اللي خرج، فرضا ان احنا عندنا efficiency 100%. طب الافشنسي ليه ما تبقاش 100% او ليه استحاله تبقى 100%؟ عشان في فريكشن ما بين البيستن والوولز، وعشان في جاس بابلز بتاخد شويه من الورك اللي انا عملته. نمبر 3 الميكانيكال ادفانتج كونستنت كوانتيتي لكل بريس، يعني كل هيدروليك بريس عندها ميكانيكال ادفانتج معينه، ولازم تكون اكبر من 1، والا اصلا في لازمه الهيدروليك بريس. الهيدروليك بريس اصلا هدفها ان هي تملتبلاي الفورس، تكبر الفورس. لو ميكانيكال ادفانتج اقل من 1 ده معناه ان هي بتقلل الفورس مش بتكبرها. لازم ميكانيكال ادفانتج تبقى اكبر من 1 وهي constant quantity لكل hydraulic press. نمبر 4 الميكانيكال ادفانتج ما لهاش اي يونتس عشان هي ريشيو من حاجتين زي بعض. بعمل area over area، diameter over diameter، square طبعا، v over v، v1 over v1، 2 يعني y1 over y2، حاجات زي بعضها، نفس الفيزيكال كوانتيتي، فبالتالي هيديني كوانتيتي ما لهاش اي يونتس ولا ليها اي dimension. نمبر 5 ريشيو ما بين الفورس اللي بتطلع على big piston والفورس اللي بتعمل على small piston لازم يبقى اعلى من 1. الفورس اللي على البيك بيستن بتطلع بتبقى كبيره، على صغيره، فبالتالي الريشيو بتاعهم هيبقى اكبر من او جريتر ذان 1. الريشيو بين الديسبيسمنت اوف ذا سمول بيستن الديسبيسمنت بتاعت البيك بيستن برضه جريتر ذان 1، السمول بيستن بتحرك ديستانس اكبر عشان تعوض فكره الفورس. الورك لازم يكون واحد، فرضا ان الافشنسي 100% الديستانس اللي هتنزلها للسمول بيستن لازم تبقى اكبر من الديستانس اللي هتطلعها البيك بيستن. نمبر 7 البريشرز واحده، البريشر اللي على سمول بيستن هو البريشر اللي على بيج بيستن، فرض ان احنا عند نفس الهورزونتال ليفل الريشيو بينهم هيبقى ايكوال تو 1، ايكوال تو 1 ده ما بين البريشر عند البيج بيستن والبريشر عند السمول بيستن. نتكلم دلوقتي على بويلز لو كده، احنا دخلنا على الجاس لوز، اخر جزء في المنهج بتاعنا هو الجاس لوز، واولهم هو حاجه بنسميها البويلز لو. تمام. دلوقتي الجاس لوز هي بتوصف الجاسز، طبعا من اسمها اكيد بتوصف الجاسز، ايه بقى في 3 properties دول، البريشر والفوليوم والتمبرتشر. كل لا منهم بيمسك تو كوانتيتيز ويربطهم ببعض ويثبت حاجه ثالثه. بويل بياخد البريشر مع الفوليوم ويثبت التمبرتشر، تشارلز بياخد الفوليوم مع التمبرتشر ويثبت البريشر، البريشر لا بياخد البريشر مع التمبرتشر ويثبت الفوليوم. في النهايه هنعرف حاجه اسمها الجنرال جاس لا او اليونيفرسال جاس لا، ده بيربط ما بينهم هم الثلاثه ومش بيثبت اي حاجه. نبدا بقى ونتكلم على بويلز لا. بويلز لا بيقول ان الفوليوم inversely proportional مع pressure، بس كده. لما تثبت التمبشر الفوليوم inversely proportional مع ال pressure، او صيغه ثانيه ال constant pressure constant temperature، لما تثبت التمبشر البرودكت الفوليوم والبريشر بيبقى constant. في
فول هتبقى كونستنت فاليو، فبرضه ده نفس المعنى بالظبط. يعني اقدر اقول ان بي 1 فوليوم 1 لما بقارن جاسز بي 1، او لما بقارن جاس في تو كيسز مع جاس معين بقارنه في تو ستيتس حالتين، ان بي 1 فوليوم 1 ايكوالز بي 2 فوليوم 2. ده ممكن نعمل منه ريشيو واقول ان بي 1 بي 2 فوليوم 2 وات فوليوم 1، وده معناه ان البريشر انفرسلي بروبورشنال مع الفوليوم، والكلام ده لازم يكون ات كونستنت بريشر. طب جميل جدا. طب ما احنا الرو عارفينها، الرو انتستي هي ماس اوفر فوليوم. الماس لو كونستنت يبقى الرو انفرسلي بروبورشنال مع الفوليوم، يعني الرو 1 اوفر رو 2 فوليوم 2 اوفر فوليوم 1. يعني اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخد القانون اللي شايفينه دوت، ما انا معايا هنا فوليوم 2 اوفر فوليوم 1 صح ولا لا؟ فوليوم 2 اوفر فوليوم 1، اقدر اشيلها واحط مكانها ايه؟ رو 1 اوفر رو 2. فده قانون تاني، ستيتمنت تانيه لبويز لا، بتقول لي بريشر 1 اوفر بريشر 2 رو 1 اوفر رو 2، يعني البريشر دايركتلي بروبورشنال مع الدنسيتي. جميل. الجرافيكال ريبريزنتيشن، وادي الفوليوم مع البريشر قلنا فيه ما بينهم انفرس ريليشن، وكذلك البريشر مع الفوليوم، والفوليوم والبريشر لو انفرس يبقى البريشر والفوليوم برضو العكس يبقى انفرس، يبقى الفوليوم دايركت مع 1 اوفر بي والبريشر دايركت مع 1 اوفر فال. تمام كده، اول اربع جرافس شبه بعض، البريشر مع رو قلنا دايركت ريليشن، البريشر والدنسي دايركتلي بروبورشنال، فعكست الرو مع البريشر برضو هيبقوا دايركتلي بروبورشنال. نتكلم بقى على لا اللي هو تشارلز لا. تشارلز لا قبل ما نتكلم عنه هنتكلم عن حاجه بنسميها الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت. لو انا معايا جهاز معين والجهاز ده انا التمشر بتاعته كانت 0 سلسياس، وانا رفعتها لتمشر معينه بالسلسياس برضه، والكلام ده تم ات كونستنت بريشر، الفوليوم طبيعي هيزيد لما بسخن، الفوليوم بيزيد، دي فاكت كلنا عارفينها، زادت باي سم اماونت هنسميها دلتا فال. بلاقي ان الدلتا فال دي دايركتلي بروبورشنال مع ايه؟ مع حاجتين، الدلتا فال دايركتلي بروبورشنال مع الفوليوم اللي انا بادئ منه عند 0 سلسياس، يعني دلتا فال دايركتلي بروبورشنال مع الفال فوليوم عند 0 سلسياس، وكمان دايركتلي بروبورشنال مع التشينج ان تمبرتشر، دلتا فال دايركتلي مع الدلتا تي التشينج ان تمبرتشر اللي احنا عملناه. طب انا ممكن اجمع التو فاكتس دول في نفس الايه، في نفس الستيتمنت، واقول ان الدلتا فال دايركتلي بروبورشنال مع فوليوم 0 سلسياس، فوليوم اللي عند 0 سلسياس مالتبلايد باي التشينج ان تمبرتشر، واشيل الالفا ديت احط مكانها كونستنت. انا اشيل الالفا احط ايكوالز، لازم ازود كونستنت، الكونستنت ده هنسميه الفا في، وهو حاجه بنسميها فوليوم اكسبانشن كوفيشنت. احنا قلنا هنا ان هو يبقى دلتا فال ديفايد باي فوليوم عند 0 سلسياس مالتبلايد دلتا تي، ممكن تفك الدلتا فال لفوليوم عند تمبرتشر معينه بس الفوليوم عند 0 سلسياس، يبقى ادي القانون ده. بنقيسه بايه؟ بنقيس الالفا في بايه؟ انت هنا معاك شويه فوليومز ليهم يونتس هتتكنسل مع بعضها ويبقى لك التمبرتشر. التمبرتشر هنا احنا بنقيسها بالكلفن او بالسلسياس، فالفوليوم اكسبانشن كوفيشنت هنقيسه بالكلفن ماينس 1 او سلسياس ماينس 1. جميل جدا. تعالى بقى نعمله ديفينيشن. فوليوم اكسبانشن كوفيشنت هيبقى الانكريس ان فوليوم اللي هي الدلتا فال، يونت فوليوم اللي هي الفوليوم عند 0 سلسياس، اور 1 ديجري سلسياس رايز ان تمبرتشر اهي دلتا تي. طبعا كله لازم يتم ات كونستنت بريشر، ولما جينا حسبناه طلع 1 اوفر 273 كيلو ماينس 1، او هو الريشيو ما بين الانكريس ان فوليوم دلتا فال تو ذا اوريجينال فوليوم اللي هو فوليوم عند 0 سلسياس 1 سلسياس رايز ان تمبرتشر، وبيساوي 1 اوفر 273 كيلو ماينس 1. جميل جدا. هنتكلم بقى شويه نوتس، او نوت بنقولها ان الكلفن هي حاجه بنقيس بيها الابسولوت تمبرتشر، هنحول من السلسياس للكلفن بستخدم الريليشن دي، تي كابيتال هنا هي التمبرتشر بالكلفن، وتي سمول هي التمبرتشر بالسلسياس. زي ما احنا واخدين بالنا كده الكلفن بادئ من الزيرو اللي ما فيش زيرو قبله، بينما السلسياس فيه زيرو اهو، زيرو سلسياس وتحتها نيجاتيفز كتير قوي لحد نيجاتيف 273. تمام، ده بالسلسياس، لكن الكلفن بادئ من حاجه بنسميها ابسولوت زيرو، زيرو اللي ما فيش اقل منه. طب التمبرتشر بالكلفن دايما بوزيتيف، عشان كده التمبرتشر بالكلفن ما فيش حاجه اسمها يبقى نيجاتيف تمبرتشر بالكلفن، يا زيرو يا اعلى من زيرو، بس ما فيش حاجه اسمها اقل من زيرو كلفن. لكن السلسيوس عادي ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف، زي ما احنا شايفين كده في هنا بوزيتيف وفي هنا كمان نيجاتيف. التمبرتشر بالكلفن سكيل، التمبرتشر تشينج بالكلفن سكيل هي التمبرتشر تشينج بالسلسيوس سكيل، الدلتا تي كابيتال هي هي الدلتا تي سمول. التشينج ان تمبرتشر يعني الكلفن الواحده الفينيه الواحده بتساوي السلسيوس الواحده برضه، فالدلتا تي كابيتال هي هي الدلتا تي سمول. يعني نتكلم دلوقتي على تشارلز لا، احنا ده كله بنتكلم على فوليوم اكسبانشن كوفيشنت، واحنا اصلا كنا جايين نتكلم على تشارلز لا. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما تثبت البريشر الفوليوم بتاع جيفن ماس اوف جاس بتكسباند باي كوانتيتي معينه من الاوريجينال فوليوم عند 0 سلسياس بير ايتش 1 كلفن او 1 ديجري سلسياس في التمبرشر. ثبت البريشر الفوليوم بيزيد بالكميه دي بالمقدار ده،
من ايه، من الاوريجينال فوليوم بتاعه لكل 1 سيلسيوس رايز ان تمبرتشر، او ان احنا هنستخدمه بقى عند كونستنت بريشر فوليوم دايركتلي بروبورشنال مع الابسولوت تمبرتشر بالكلفن سكيل. يعني اقدر اقول ان فوليوم 1 اوفر فوليوم 2 تي 1 اوفر تي 2، كابيتال 1 اوفر كابيتال 2 الكلام ده ات كونستنت بريشر. يبقى هو مشوف للسؤال انه بيقول لي ان البريشر كونستنت، اطبق الرول دي بتقول لي فوليوم 1 اوفر فوليوم 2 تمبرتشر 1 اوفر تمبرتشر 2، تمام؟ او بالكلفن طبعا، لو بالسيلسيوس احولها سمول 1 بلس 273 سمول 2 بلس 273. طب تعالى نجيب فورم ثانيه ازاي؟ ما هو معاك فوليوم 1 اوفر فوليوم 2 والماس ثابته، في الماس ثابته رو انفرسلي بروبورشنال مع الفوليوم، فوليوم 1 اوفر فوليوم 2 هتبقى رو 2 اوفر رو 1. يبقى ناخد القانون ده كده ونشيل الفوليوم 1 اوفر فوليوم 2 ونحط مكانها رو 2 اوفر رو 1، وده معناه ان التمبتشر انفرسلي بروبورشنال مع الدنسيتي، او العكس طبعا. ممكن اقول هنا رو 1 تي 1 رو 2 تي 2. جميل جدا. تعالى بقى نشوف الجرافيكال ريبريزنتيشن، ادي الفوليوم وادي التمبتشر بالسلسيوس، بلاحظ ان اللاين هنا بيطلع من واي انتشرت معين، اللاين هنا مش بيطلع من الاوريجين، طالع من فاليو معينه. ده الفوليوم عند 0 سلسيوس، وطالع هنا من 0 سلسيوس، ده الفوليوم عندها عند 0 سلسيوس، يكمل لحد نوصل للفوليوم عند 100 سلسيوس، عند طبعا 100 سلسيوس ديجري او 100 ديجري سلسيوس، نرجع لورا الميد لاين لورا نوصل نلاقي الفوليوم بيقل 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 لحد ما يوصل لفوليوم زيرو، مش اقل من زيرو. ما عندناش في الفيزيكس فوليوم بالنيجاتيف. الفوليوم بالزيرو ده يحصل عن اني تمبشر؟ يحصل عن زيرو كلفن، الزيرو اللي مش اقل منه. وعشان كده انا قلت ان هو ابسولوت زيرو، وقلت ان هو زيرو ما فيش اقل منه، لان انا ما اقدرش اقلل التمبشر اكتر من كده. وانا لو قللت اكتر من كده ده معناه ان الفوليوم هيبقى نيجاتيف، دي حاجه ملهاش معنى، مش حاجه اسمها الفوليوم يبقى نيجاتيف فاليو، وبالتالي الزيرو كلفن هو الزيرو اللي ما فيش قبله. جميل جدا. طب عايز اجيب بقى السلوب بتاع اللاين ده، السلوب هو دلتا فال اوفر دلتا تمبشر. طب احنا عارفين ان دلتا فال هي الفا في فوليوم عند 0 سلسيوس دلتا تي، والالفا في هي 1 اوفر 273. لو عايز اجيب دلتا فال اوفر دلتا تي هيطلع ايه؟ هيطلع فوليوم عند 0 سلسيوس ديفايد باي 273، ده السلوب بتاع اللاين ده. طب لو غيرنا الريليشن دلوقتي، بدل ما هي مع التمبشر اللي بالسلسيوس خلينا التمبشر بالكلفن، هيبقى نفس السلوب بالظبط. اللي حصل بس ان احنا حركنا الواي اكسس، الواي اكسس كان موجود هنا نقلناه لحد ما وصلنا هنا، نفس الفكره بالظبط. اخر حاجه نتكلم عليها هي البريشر لا والجنرال جاس لا. قبل ما نتكلم برضه على البريشر لا، هنتكلم عن حاجه بنسميها بريشر انكريسنج كوفيشنت. لما بزود، نفس القصه بالظبط، لما بزود التمبشر من فاليو معينه من 0 سلسيوس للتمبشر معينه ايا كانت هي كام بالسلسيوس، بس الفوليوم هو اللي كونستنت، بلاحظ ان البريشر هو اللي بيزيد باي سم اماونت دلتا بي، بحيث ان هي دايركتلي بروبورشنال مع ايه بقى؟ مع البريشر عند 0 سلسيوس ومع التشينج ان تمبشر. فممكن اجمعهم مع بعض واحط كونستنت اوف بروبورشناليتي، اسميه دلوقتي بيتا بي. مين هي البيتا بي؟ البيتا بي هي دلتا بي اوفر بريشر عند 0 سلسيوس مولتبلايد باي الرايز ان تمبشر دلتا تي. ممكن بقى نعمل لها طبعا، ممكن افكر برضه دلتا بي قبل ما اعمل الديفينيشن، بس ممكن افكر دلتا بي البريشر عند التمبشر معينه ماينس البريشر عند الزيرو ديفايدد باي بريشر عند الزيرو مولتبلايد باي الرايز ان تمبشر. يلا بقى نعمل لها ديفينيشن. طبعا قبل ما نعمل ديفينيشن برضه هنقول اليونت البريشر مع البريشر، مفيش يونت هتكنسل، هيكنسلوا بعض، يبقى لك برضه الكلفن ماينس 1 او السيلسيوس ماينس 1. يلا بقى اخيرا نعمل الديفينيشن. البريشر انكريسنج كوفيشنت اوف ا جاس ات كونستنت فوليوم هو الدلتا بي الانكريس ان بريشر بير البريشر عند 0 سلسيوس بير ايه كمان الرايز ان تمبرتشر تبقى 1 سلسيوس. فبقول هنا ان هو الانكريس ان بريشر بير يونت بريشر عند 0 سلسيوس فور 1 ديجري سلسيوس رايز ان تمبرتشر. والكلام ده كله لازم يحصل عند ايه يا جماعه؟ عند كونستنت فوليوم. ولما جينا حسبناه طلع ازاي؟ برضه نفس الفاليو بالظبط 1 اوفر 273 ماينس 1. ممكن برضه نعمله ديفينيشن تاني ونقول ان هو الريشيو ما بين الانكريس ان بريشر تو ذا اوريجينال بريشر عند 0 سلسيوس اور 1 ديجري سلسيوس رايز ان تمبرتشر ات كونستنت فوليوم. برضه الكلام ده لازم يتم على كونستنت فوليوم، وقلنا ان هو بيساوي نفس الفاليو دي. تمام. تعالى بقى نشوف الماثيماتيكال فورمولا. احنا قلنا ال P1 اوفر P2 تمبرتشر 1 اوفر تمبرتشر 2 البريشر دايركتلي بروبورشنال مع مين؟ مع التمبرتشر، او احول التمبرتشر هنا من الكلفن للسيلسيوس فتبقى تي سمول 1 بلس 273 سمول 2 بلس 273. الفورميلا بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت البريشر لا، البريشر دايركتلي بروبورشنال مع التمبرتشر.
طبعا الكلام ده لازم يتم ات كونستنت فوليوم. هنعمله جرافيكال ريبرزنتيشن نفس التو جرافس، بس هنا بدل ما اقول فوليوم مع التمبشر بالسلسيوس والتمبشر بالكلفن، تبقى بريشر مع التمبشر بالسلسيوس او التمبشر بالكلفن. هنلاقي اللاين برضه طالع من فاليو معين، طالع من واي انترشفت مش طالع من اوريجين. بريشر عند 0 سلسيوس وده البريشر عند 100 سلسيوس اهو. ارجع باللاين الاقي البريشر عمال يقل، طبيعي لما انا ببرد لما بقلل التمبشر البريشر بيقل. طب البريشر اخره يقل لحد ايه؟ لحد ما يبقى زيرو. وينفع البريشر بتاع جاس معين يبقى بالنيجاتيف؟ ما ينفعش. وبالتالي بوصل لتمبشر معينه اللي هي زيرو كلفن، ما ينفعش اقلل عنها، لان انا لو قللت معناه ان البريشر بقى نيجاتيف، ودي حاجه مستحيله. بوصل لحاجه بنسميها زيرو كلفن، ابسولوت زيرو، زيرو اللي ما فيش قبل. طب السلوب دلتا بي اوفر دلتا تي، ومن هنا الدلتا بي اوفر دلتا تي هتبقى بريشر عند زيرو سلسيوس ديفايدد 273. لو اخترت اللاين دلوقتي ان هو يطلع من الاوريجين برضه نفس الكلام. ده الكلام ده بيحصل امتى؟ لما التمبشر بتبقى الكلفن على الكلفن سكيل. كل اللي انا عملته بس ان انا الواي اكسس ده شايفينه نقلته في البدايه خالص، نقلته طلعته هنا من عند الزيرو كلفن، فاللاين طلع بتاعي من الاوريجين والسلوب هو هو بالظبط. طب جميل جدا. نتكلم بقى على الجنرال جاس لا، ودي اخر حاجه هنتكلم عنها. تمام، الجنرال جاس لا بيقول لي البرودكت بتاع الفوليوم اوف فيكسد ماس اوف جاس والبريشر ديفايدد باي التمبشر على كلفن سكيل بيساوي كونستنت فاليو. ايه ده؟ ده بيوصف حرفيا القانون ده، P1 فوليوم 1 فور تمبشر 1 ايكوالز P2 فوليوم 2 فور تمبشر 2. وفي الحاله دي احنا مش بنثبت حاجه، بتكلم يعني في بويل بثبت التمبشر، البريشر لا كنت بثبت الفوليوم، في تشارلز لا كنت بثبت البريشر، كل نوع من دول كنت بثبت حاجه. بينما هنا لا، مفيش حاجه ثابته، هنا كل الدنيا غاله. بريشر 1 فوليوم 1 اوفر تمبشر 1 يساوي بريشر 2 فوليوم 2 اوفر تمبشر 2، والتمبشر هنا على الكلفن سكيل. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى تكونوا فهمتوا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم.